السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مروءة من قناة كروشيه منوعات. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الشهر الكريم. خلاص رمضان ان شاء الله فاضله يعني ايام بسيطة، ربنا يبلغنا رمضان يا رب ويعيننا على الصيام والقيام يا رب وصالح الاعمال جميعا. ان شاء الله هنعمل الوحدة المثلثة ديت مع بعض النهاردة، اهي كده بالشكل ده. انا عملتها قبل كده دوت الخيط قطن اليزا ديفا جانجو. انا النهارده هستخدم خيط صوف عشان خاطر تبقى اوضح، لان ده خيط رفيع قوي فمش هيبان قوي في الكاميرا. هنستخدم الخيط اللي هو الاليزا الصوف العادي، تمام، وهنستخدم له ابره رقم 4. ونبدا بسم الله. اول حاجه هنعمل عقده البدايه، بعد كده هنرتفع 4 سلاسل، نرتفع كده 4 سلاسل، بعد كده هنقفل في اول غرزة بمنزلقة كده. قفلنا اول غرزة بمنزلقة كده، بقى معانا في فراغ في النص بتاع ال4 سلاسل. هنبتدي نرتفع 3 سلاسل بمثابة عمود كده، 3 سلاسل. بعد كده هنعمل 2 سلسلة عشان احنا هنعمل 6 عمود، ما بين كل عمود وعمود 2 سلسلة، تمام. يعني احنا كده ارتفعنا 3 سلاسل بمثابة عمود، عملنا 2 سلسلة. هنبتدي دلوقتي نعمل عمود، ندخل جوه الفراغ ده ونعمل عمود بلفة عادي خالص، نسحب من غرزتين وبعد كده نطلع من غرزتين التانيين. بعد كده هنعمل سلسلتين، عملنا 2 سلسلة، وفي نفس المكان هنعمل عمود تاني كده. عملنا 3 عمود، ادي 1 2 3، ما بين كل عمود والتاني 2 سلسلة. هنا هنعمل 2 سلسلة وبعد كده عمود لحد ما نخلص ال6 عمدان اللي عندنا، ما بين كل عمود وعمود 2 سلسلة، تمام. كده خلصت ال6 عمدان، عملنا عمود بعد كده 2 سلسلة، عمود 2 سلسلة، عمود 2 سلسلة، عمود 2 سلسلة، لحد ما عملنا 6 عمدان ما بين كل عمود وعمود 2 سلسلة. هنيجي هنا في اول ارتفاع 3 سلاسل هنا كده، هنقفل ببنزلقة، تمام كده واضحة معايا. بعد كده هنرتفع سلسلة وهنيجي هنا على العمود ده، هنعمل غرزة حشو امامية، هنسحب كده وهنعمل غرزة حشو أمامية، تمام. او اعملها تاني عشان خاطر ايه ناخد بالنا، احنا ارتفعنا اهو سلسلة وهنيجي هنا على العمود ده كده، هنيجي من تحتيه ونسحب الخيط وهنعمل غرزة حشو أمامية، تمام. بعد كده هنرتفع 5 سلاسل كده، ارتفعنا 5 سلاسل، وفي الفراغ اللي جاي ده هنعمل 3 عمود ب3 لفات، عمود ب3 لفات، ماشي. هنبتدي اهو كده، ادي 1، ادي اللفة التانية، ادي اللفة التالتة، ومش هنقفلها زي غرزة الكلاستر، بس هي الكلاستر عمود 3 عمود ما بيتقفلوش للاخر وبعد كده بيتقفلوا كلهم مرة واحدة. هنا هنعمل 3 عمود ب3 لفات ومش هيتقفلوا برضو للاخر، بس 3 عمود ب3 لفات مش بلفة واحدة، ماشي. عملنا اول عمود ب3 لفات، بعد كده هنعمل نلف على الابرة 3 لفات، هندخل برضو في نفس الفراغ وبعد كده هنسحب من لفتين لفتين على الابرة، ونيجي على اخر لفة هنسيبها على الابرة، تمام. اللي ما خدش باله ياخد باله معايا في اللي جاية. بنلف 3 لفات على الابرة كده، بندخل في الفراغ ده، بنسحب كده، بنطلع من لفتين لفتين اهو كده، لفتين لفتين على الابرة، ماشي. بيبقى معانا 4 لفات على الابرة بالشكل ده كده. بعد كده بنخرج من ال3 عمود مرة واحدة مع الارتفاع اللي احنا ارتفعناه الاولاني، وبنقفل الغرزة بتاعتنا. بعد كده بنرتفع 5 سلاسل، ادي 1 2 3 4 5. هنيجي عند العمود ده كده هنعمل حشوة أمامي،
هنقفل بغرزة حشوة أمامية، تمام، وهنرتفع تاني، 1 2 3 4 5. بعد كده هنعمل برضو 3 عمود ب3 لفات ومش هيتقفلوا للآخر، ونقفلهم كلهم بغرزة واحدة. بنعمل 3 لفات على الإبرة كده، ماشي. وبعد كده بندخل في الفراغ ده اللي بعديه على طول، بنطلع منه اهو، بنسحب من غرزتين غرزتين او لفتين لفتين، اسفة، اهو بنسيب ايه لفتين على الإبرة. هنلف تاني 3 لفات، هندخل في نفس الفراغ، هنسحب من لفتين لفتين اهو كده. بعد كده اهو بقى معانا كده 3 لفات على الإبرة، هنلف 3 لفات تاني اهم كده، هندخل ونسحب بقى معانا 4 لفات، هنخرج منهم كلهم مرة واحدة، تمام. بعد كده هنقفل الغرزة بتاعتنا، هنرتفع 5 سلاسل. بعد كده هنقفل هنا في العمود ده بغرزة حشوة أمامية. كده شكل الوردة معانا اللي احنا هنبتديها اصلا في المثلث اللي هو زي كده، تبقى وردة من جوه، بعد كده بنشتغل عليها المثلث من بره، تمام. لو عايزين تعملوا بلون مخالف برضو، بتعملوا الوردة بلون والمثلث بلون تاني اهو كده يا حبايبي. كده دي البتلات بتاعت الوردة اللي احنا بنعملها. هعمل معاكم واحدة تانية عشان تعرفوها اكتر. نرتفع هنا كده 3 سلاسل، 5 سلاسل اسفة، 2 3 4 5. بعد كده هنعمل 3 عمود ب3 لفات ونقفلهم كلهم مرة واحدة مع بعض. بنلف 3 لفات، هندخل هنا ونسحب من لفتين لفتين، نخلي اخر لفة على الابرة، 3 لفات تاني ونسحب لفتين لفتين. بعد كده بنخلي اخر لفة برضو على الابرة، كده بقى معانا 3 لفات على الإبرة. بنلف 3 لفات وندخل ونسحب ونطلع من لفتين لفتين لحد ما يبقى معانا 4 لفات كده على الإبرة اهو بالشكل ده، ونسحبهم كلهم مرة واحدة ونقفل الغرزة بتاعتنا. هنرتفع 5 سلاسل ونقفل هنا بغرزة حشو أمامية. هنكمل كده باقي التلات بتلات التانيين بنفس الطريقة، تمام. وهوريها لكم اهو، ده كده شكل الوردة بعد ما خلصت. انا هنا عملت اخر حاجة الارتفاع ال5 سلاسل اللي بنعملهم. بعد كده قفلت في اول غرزة ارتفعناها بسلسلة لو فاكرين، قفلت بمنزلقة، تمام. كده هو شكل الوردة اللي بتبقى في النص بتاع المثلث. نبتدي دلوقتي نرتفع عشان نعمل المثلث. انا عايزه اعمله كله بلون واحد، فلو عايزين تغيروا بتقفلوا هنا كده خلاص، وبعد كده بتبتدوا ان انتوا ايه تدخلوا خيط جديد معي، تمام. هنا بقى هنبتدي نرتفع 1 2 3 4 5، نرتفع 5 سلاسل، دول الارتفاع العادي بتاعنا. بعد كده هنبتدي نعمل ادي 1 2 3، 3 سلاسل تاني علشان خاطر نبتدي نشتغل هنا 2 عمود ب3 لفات ما بين كل عمود والتاني في نفس الغرزة، 3 سلسلة. هنشوفها اكتر دلوقتي. احنا كده ارتفعنا 8 سلاسل، 5 اللي هو بمثابة عمود ب3 لفات، وبعد كده 3 سلسلة اللي هو المفروض هتبقى ما بين كل عمود والتاني، تمام. هنلف 3 لفات على الابرة بالشكل ده. هنيجي هنا في اللي هو الغرزة بتاعت الكلاستر اللي هو زي الكلاستر بالظبط كده، شبهها شوية، تمام. هندخل من هنا كده وهنسحب وهنعمل غرزة عمود عادي خالص ب3 لفات اهو كده، عمود ب3 لفات. هنعمل 3 سلسلة في نفس المكان، هنعمل عمود تاني ب3 لفات اهو، دخلنا في نفس المكان بنعمل عمود ب3 لفات برضو اهو بالشكل ده، تمام. بعد كده هنرتفع 3 سلاسل، هنعمل 3 سلاسل كده. هنيجي بقى في غرزة الحشو ديت اهي اللي ما بين كل بتلة والتانية، هنعمل عمود ب3 لفات هنا كده، هندخل اهو كده نسحب الخيط وهنعمل عمود ب3 لفات عادي.
اهو كده. بعد كده هنعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وهنيجي في الغرزة ديت مش هنعمل عمود ب3 لفات، لا هنقفل هنا بغرزة حشو اهو كده بالشكل ده. قفلنا هنا بغرزة حشو، وبعد كده هنعمل 3 سلسلة. بعد كده هنا هنعمل عمود ب3 لفات في الغرزة اللي جاية، في غرزة الحشو اللي هي ديت، هنعمل عمود ب3 لفات اهو كده. وهنبتدي نسحب الخيط بتاعنا، نطلع من لفتين لفتين اهو لحد ما نعمل العمود ب3 لفات. هنعمل 3 سلسلة. هنيجي في الوردة ديت، في الحتة ديت، هنعمل عمود ب3 لفات. ادي كده عمود ب3 لفات، وبعد كده 3 سلسلة. هنعمل في نفس المكان عمود ب3 لفات برضو زي هنا كده. تمام، هندخل في نفس المكان، هنعمل عمود ب3 لفات. تمام اهو كده بالشكل ده. نكمل مع بعض، هنعمل 3 سلاسل، 1 2 3. هنيجي بعد كده في الغرزة اللي بعدها بتاعت الحشو ديت، هنعمل عمود ب3 لفات اهو كده. تمام، بعد كده 3 سلسلة، وهندخل هنا في الغرزة اللي بعدها ديت، في الوردة ديت، هنعمل غرزة حشو. هنقفل هنا ال3 سلسلة بغرزة حشو في البتلة دي زي هنا في الجنب ده كده. تمام، وبعد كده هنكمل 3 سلسلة، واللي بعدها هنعمل عمود ب3 لفات في غرزة الحشو ديت اللي هنا. هنعمل عمود اهي كده، غرزة الحشو اللي ما بين ورقة الوردة والتانية اهو، هنعمل عمود ب3 لفات. تمام، بعد كده هنعمل 3 سلسلة ماشي، وهنيجي في الفرع ده بتاع الوردة او البتلة بتاعت الوردة. تمام، هنعمل عمود ب3 لفات، احنا بندخل هنا كده، هنعمل عمود ب3 لفات، وبعد كده 3 سلسلة، وبعد كده عمود ب3 لفات تاني في نفس المكان زي ما عملنا قبل كده. تمام، هنعمل اهو 3 سلسلة وفي نفس المكان هنعمل عمود ب3 لفات. بعد كده هنرتفع 3 سلاسل، اللي جاي هنعمل عمود ب3 لفات، بعد كده هنعمل العمود اهو ب3 لفات كده، اللي في 3 لفات على الإبرة، وندخل في غرزة الحشو دي ونسحب ونطلع من ايه لفتين لفتين اهو كده. بعد كده هنعمل 3 سلسلة، وبعد كده هنقفل هنا بغرزة حشو اهي كده في الارتفاع ده كده، هنقفل بغرزة حشو. بعد كده هنعمل 3 سلسلة، هنيجي هنا على اول ارتفاع ارتفعناه اللي هو دوت، ملناش دعوة دوت تبع البتلة نفسها بتاعت الوردة. هنا كده احنا ارتفعنا 8 سلاسل في الاول، احنا قلنا 5 بمثابة عمود ب3 لفات و3 اللي ما بين كل عمود والتاني. فهنعمل 1 2 3 4 5، وهنقفل في الغرزة ديت كده بمنزلقة. تمام، اهو كده بقى شكل المثلث، بداية المثلث اهو، ما تقلقوش عشان بس عشان السلاسل فمش باين قوي، هيبان اكتر لما نشتغل عليه العمود بلفة. تمام اهو كده، نبتدي بقى هنا كده نرتفع 3 سلاسل، ادي 1 2 3. هنيجي على كل غرزة سلسلة
هنعمل عمود بالقفة لحد ما نيجي للفراغ اللي هو بنعمل اتنين عمود ما بينهم تلات سلاسل في نفس المكان. هقول لكم هنعمل ايه. اول حاجة هنرتفع اهو التلات سلاسل، هنعمل عمود بلفة عادي، العمود اللفة بتاعنا العادي اللي احنا كلنا عارفينه. ادي واحد في كل غرزة سلسلة، بندخل في كل غرزة سلسلة كده اهو بنعمل عمود بلفة. تمام اهو كده الغرزة دي كمان هنعملها اهو كده. تمام هنيجي بقى في الفراغ دوت نشتغل جوه الفراغ نفسه، مش جوه السلاسل، لا هنشتغل جوه الفراغ نفسه كده. اتنين عمود اتنين سلسلة وبعد كده اتنين عمود، ادي اتنين عمود بعد كده تلاتة قصدي سلسلة سوري، يعني عملنا اتنين عمود تلاتة سلسلة وبعد كده هنعمل اتنين عمود في نفس المكان. تمام يعني في الفراغ ده اللي هو ده كده عملنا اتنين عمود تلاتة سلسلة بعد كده اتنين عمود. هنيجي بعد كده في العمود دوت اللي هو العمود بتلات لفات ده، هنشتغل عمود عادي. تمام وبعد كده هنشتغل على كل غرزة سلسلة غرزة عمود عادي خالص لحد ما نوصل لحد فين الفراغ دوت اللي هو ايه عمود تلاتة سلسلة بعد كده عمود بتلات لفات، هنشتغل فيه زي كده ماشي لحد هنا. بقى كده هنشتغل فوق كل سلسلة غرزة عمود عادي اهو كده، هنشتغل فوق كل سلسلة غرزة عمود عادي لحد ما نوصل للمكان اللي قلتلكوا عليه اهو كده. جينا للفراغ اللي بقولكوا عليه، اشتغلت اهو فوق كل سلسلة غرزة عمود عادي، حتى غرزة الحشو اللي هنا اشتغلتها برضو. تمام لحد ما وصلت للفراغ اللي هو بتاع جنب المثلث التاني اهو اللي هو هنا ده، هنشتغل زي ما عملنا قبل كده اتنين عمود وتلاتة سلسلة وبعد كده اتنين عمود. تمام في الفراغ نفسه جوه الفراغ بنشتغل اتنين عمود تلاتة سلسلة بعد كده اتنين عمود اهو كده. بعد كده هنشتغل عادي خالص فوق كل غرزة، سواء بقى غرزة عمود سواء غرزة سلسلة، هنشتغل فوقيهم غرزة عمود بلفة لحد برضو ما نوصل للفراغ دوت اللي هو ده هنا كده. يعني هنشتغل على كل ده غرزة عمود وهنيجي للفراغ اللي جوه ده، هنعمل اتنين عمود تلاتة سلسلة بعد كده اتنين عمود. تمام هنكملها بقى كلها بنفس الطريقة اهو كده. بعد ما خلصت كله هنا ابتدينا زي ما قلنا عملنا تلاتة سلسلة، بعد كده عملنا فوق كل غرزة غرزة عمود، بعد كده جينا في الفراغ دوت اللي هو اتنين عمود في نفس المكان بتلات لفات وبينهم بينهم الفراغ دوت تلاتة سلسلة، عملنا اتنين عمود بعد كده تلاتة سلسلة بعد كده اتنين عمود. وبنشتغل بعد كده من اول هنا سلاسل فوق كل سلسلة عمود عادي لحد ما بنوصل للفراغ التاني بنعمل فيه نفس الحكاية، بعد كده بنكمل لحد ما نوصل للفراغ التالت بنعمل فيه برضو نفس الحكاية لحد ما بنوصل لآخر الشغل بتاعنا اهو كده. ده شكله تمام. لو عايزين ترتفعوا دور تاني تمام، مش عايزين وتكتفوا بالمنظر ده كده تمام. لو هنرتفع دور تاني هنرتفع تلات سلاسل، ادي تلات سلاسل وفوق كل غرزة غرزة عمود اهو، هنعمل غرزة عمود عادي وهنيجي بقى في كل فراغ. يعني احنا كده هنشتغل فوق كل غرزة عمود غرزة عمود عادية، وبعد كده هنشتغل بقى في الفراغات هي اللي هتفرق معانا. هنشتغل برضو زي ما احنا مشتغلين، بس هي ايه عشان خاطر نبقى واضحين ان احنا هنشتغل ايه لحد برضو قبل الفراغ بعمود، يعني مش هنسيب العمود ده لا، هنشتغل فيه وهنيجي في الفراغ ده اهو جوه الفراغ نفسه، هنشتغل اتنين عمود بعد كده تلاتة سلسلة ماشي بعد كده اتنين عمود في نفس المكان اهو، وهنشتغل برضو في العمود اللي بعده على طول اهو كده. هنبتدي برضو هنشتغل على كل غرزة عمود غرزة عمود، وهنيجي برضو في الفراغات اللي احنا سايبينها
اللي هو ايه التلات تركان بتاع المثلث. اول ركن عملنا فيه 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، وهنا برضو هنعمل 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، ونكمل برضو العمدين بتاعتنا زي ما هي لحد ما نيجي للفراغ دوت، وهنعمل 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، ونكمل لحد ما نيجي عند القفلة ديت. هوريكم بقى هنقفل الشغل خالص النهائي ازاي عشان خاطر يبقى نضيف معانا وما يبقاش باين. اهو كده يا حبايبي، بعد ما خلصت زي ما قلت لكم هنيجي هنا بقى خلاص انا كده خلصت، هنقص الخيط بتاعنا تمام. هنطلع كده خالص من الغرزة عشان نقفل بقى بشكل كويس والشغل بتاعنا يبقى كله شكله حلو. هنيجي هنا كده في اخر ارتفاع ارتفعنا من 3 سلاسل كده، هندخل من هنا، ندخل من الناحيتين بتوع السلسلة كده اهو، من هنا كده اهو، يا رب تكون واضحة معايا. بعد كده هنسحب الخيط ده اهو كده، طلعه منها اهو بالشكل ده. بعد كده هنيجي على الغرزة ديت اهي، ندخل من هنا ونسحب الخيط ده كده عشان تبقى معانا بالشكل ده اهو. اهو كده احنا قفلنا الشغل بتاعنا بشكل ولا كأنه مقفول خالص، وكأنه كله شغال مع بعضه. وده كده الوحدة المثلثة بتاعتنا النهاردة اللي احنا شرحناها، يا رب تعجبكم ان شاء الله وتنفذوها وتقولوا لي ايه رأيكم. الوحدة دي ممكن تستخدموها في اي حاجة، يعني هي ليها برضو استخدامات كتير، ممكن تشبكوها مع بعض تعملوها مفارش، ممكن تعملوها قاعدة كوبايات كده شيك، ممكن تعملوها بخيط سميك زي دوت، بتبقى كبيرة ممكن تزودوا تاني دور تاني وتالت، وتبقى بتتحط على سفرة مفارش سفرة. ممكن تستخدموها في اي حاجة، شكلها لذيذ جدا وجميل وبسيطة، يا رب وسهل عليك، ويا رب ان شاء الله تنفذوها وتعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بعملها، وقولوا لي رأيكم طبعا في التعليقات. ولو عايزيني اعمل لكم اي حاجة تاني ابعتوها لي على الصفحة بتاعتي، ان شاء الله هبقى انزل الرابط بتاعها. ما تنسوش بقى زي ما قلت لكم، واللي ما اشتركش في القناة واللي ما كانش يعني مشترك في القناة يا ريت يشترك فضلا وليس امرا، طبعا ده شيء يشرفني. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين.